السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. الفيديو بتاعنا النهاردة ممكن نقول أنه فيديو شكر واحترام وتقدير لأسرار الطبخ مع سمر أو للأخت سمر. أول حاجة خالص يا جماعة، عايزين كلنا كل الناس المحترمة اللي موجودة عندي في قناتي واللي يشوف الفيديو ده بالصدفة يدعي لها ربنا يشفيها ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يشفيها ويعافيها ويعفو عنها شفاء لا يغادر سقمة، عاجلا غير آجل. الله يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. لأنها بتمر بوعكة صحية، وانتوا عارفين الدنيا ما تخلاش، يعني المؤمن مبتلى، ربنا يشفيها ويجعل اللي هي بتعانيه في ميزان حسناتها. أنا في الفيديو ده عاوزة أتقدم بالشكر والاحترام والتقدير لمدام سمر. طب ليه أم عبود؟ أقول لكم أنا ليه. على فكرة يا جماعة برضو شهادة حق لوجه الله، سمر من الناس المحترمة جدا 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 جدا، يعني بصوا شهادتي فيها مهما قلت والله ما هكفيها ووفيها حقها. إنسانة قمة في الأدب والأخلاق، إنسانة بسم الله ما شاء الله ربنا يرزقها من فضله يا رب، اللهم أمين. فقلبها في رحمة بجد. سمر من الناس، طبعا انتوا عارفين ام سامح، قناه ام سامح ومازن. ام سامح حبيبتنا كلنا، هي ست يعني لها ظروف خاصه، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويشفي مرضى المسلمين. انا كتير كلمتكم عنها وكتير طلبت منكم ان انتوا تساعدوها، وبرضو الناس ما قصرتش، ربنا يجزاكم خير. لما راحت ام رنا صاحبه قناه يوميات ام رنا، راحت لسمر او اتصلت بيها وكلمتها عشان نوعا ما تساعد ام سامح. بصراحه الست ما قصرتش، رغم ان احنا كلمنا ناس كتيره جدا وقنوات مشهوره، لكن والله يعني في منهم تجاوب معانا، وفي ناس بصوا ما ردتش علينا حتى. من الناس اللي تجاوبت معانا في مساعدة ام سامح برضو منساش الاستاذ عادل فتحي، ربنا يجزاه خير يا رب. حط لها كم مرة فيديوهات عنده على المنتدى وثبت لها التعليق، ربنا يكتب اجره، اللهم امين. وتقريبا اتكلم عليها برضو في فيديوهاته، ربنا يجزاه خير. وام رنا برضو ما قصرتش، ربنا يجزاها خير. ويوميات فاتن عجينه، في ناس كتير ساعدونا بصراحه يعني، وفي ناس بعتنا لهم والله حتى ما ردوا علينا الرسائل، يلا ربنا يسامحهم مش مشكله. سمر بقى من الناس بصراحه اللي ساعدت بكل ما تمتلك، يعني اول حاجه حطت لها على المنتدى كتير جدا، تاني حاجه اتكلمت عليها في اكتر من فيديو، رابع حاجه وهي في المحله تقريبا بتشتري عبايات من عند محل الاستاذ عامر، راحت لها ام سامح صورت معاها فيديو ونشرته ام سامح، وسمر اتكلمت في الفيديو اكتر من مره على قناه ام سامح وطلبت من متابعينها انهم يشتركوا عند ام سامح، والحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كتير جدا منهم راحوا واشتركوا عند ام سامح، ربنا يجزاهم خير ويكتب اجرهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لما رحت عشان اشكرها على القناه بتاعتها واكتب لها تعليق شكر، لقيتها منزله فيديو انها تعبانه، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. بس يعني أنا من الناس اللي أحب أعطي كل ذي حق حقه. يشهد الله أني ما أعرفهاش معرفة شخصية، وعمري في حياتي ما تقابلت معاها، ونوعا ما برضو مش من متابعينها، لكن اللي عملته مع أم سامح بجد ما يعملهوش غير حد ابن أصل، حد ابن حلال، حد محترم، حد فعلا عاوز الأجر والصواب من الله. سمر من الناس المحترمة جدا جدا، انتوا عارفين اليوتيوب يعني ايه، في حاجات كتيرة خالص، وأغلب الناس للأسف الشديد حتى قنوات بسيطة خالص يعني بتحط على المنتدى بفلوس، اللي بحط ب200 واللي بحطه ب500، وانتوا عارفين الفيلم ده مش عايز اتكلم فيه. سمر من القنوات اللي بتساعد لوجه الله بجد، وألمني جدا كلامها لما قالت ان في واحدة بتقول لها انت عندك صحة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندك فلوس وقناتك مشهورة وعندك 3 صبيان وعندك كل الحاجات دي، امال انت عايزة ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة في حاجة بس انا عايزة انوه عنها، يعني
مش عارفة أقولها لكم إزاي، بس لازم أقولها يعني. ما تحسدوش الناس على اللي عندها، ممكن يكون هي عندها الحاجات دي وربنا خد منها حاجة تانية خالص. استغفر الله العظيم، وربنا ما بياخدش حاجة يعني، ما بيظلمش حد. لكن ما فيش حد على وجه الأرض كامل أو حد عنده كل حاجة، الكمال لله وحده. هتلاقوا كل إنسان عنده في حياته ابتلاءات ونواقص. والست كانت طالعة تتشكى من المرض، وطالعة تتشكى من إنها بتصاب ببعض التشنجات، وبتسأل على دكاترة كويسة. ربنا يشفيها ويعافيها، اللهم أمين يا رب العالمين. زي ما قلت لكم، لازم وحتما لما نشوف حاجة كويسة نتكلم عنها، نتكلم عنها حتى يعني ايه، يبقى احنا ايه اتكلمنا واشرنا للحاجة دي، واعطينا كل ذي حق حقه، وما قصرناش معاها. زي ما الناس بتشوف حاجة سلبية بتمسكها ليل ونهار وتقعد تقول وتعيد وتزيد، برضو واجبنا احنا. طبعا دي الاخت سمر مع مسامح، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الصورة دي كانت في المحلة لما مسامح راحت لها، صورت معاها وصورت مع فاتن، جزاها الله خيرا. ومحدش بيعمل كده والله يا جماعة، ما حد بيعمل كده. انا شفت قنوات كتير عشان بس تحطلك فيديو على المنتدى عايزة منه 500 جنيه، وده طبعا ده انتوا عارفينه، مش محتاجين ان انا اتكلم عنه. على العموم ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي مرضى المسلمين ويشفي سمر، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل كل الخير اللي هي بتعمله في ميزان حسناتها، ويجعله ذخر لها في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله باذن الله العظيم. والناس يا جماعه اللي بيدخلوا يعلقوا تعليقات، بعض الاحيان التعليقات لما تكون في غير محلها، لو هو انتقاد بأدب وبأخلاق عادي ما فيش مشاكل، احنا مش ملايكة وكلنا بنخطئ. بس الجروح، انك تدخل تعلق تعليق جارح او تعليق يضغط الانسان، ده حرام عليكم والله العظيم حرام. ومحاسبين، لانكم في حاجة اسمها جبر الخواطر. من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في عز المخاطر. ربنا يجبر بخاطركم جميعا ويشفي مرضانا ويشفي مرضاكم، اللهم أمين يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم، سمر من الناس المحترمة جدا، من الناس الطيبة جدا، من الناس الراقية جدا في أخلاقها. عمرها ما شتمت حد، عمرها ما اتكلمت على حد. إن كانت الست بتطلع تقول أنا تعبانة وأنا فيا، صدقوني ما فيش حد يا جماعة بيشتكي كده إلا إذا كان تعبان أكيد يعني. أما الناس بقى اللي بتعمل حوارات في التعب والحاجات دي، ما ظنيت إن حد هيطلع يقول أنا تعبان وهو مش تعبان، والست باين عليها إنها مرهقة وإنها تعبانة. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. وحب من هنا من قناتي البسيطة دي أقدم لها الشكر والاحترام والتقدير، وأقول لها ربنا يجزاك خير على كل اللي بتعمليه، وبالأخص على اللي عملتيه مع أم سامح. أم سامح من الناس يا جماعة اللي تستحق 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 الدعم، لأنها ست طيبة وست مبتلاة، وبتربي أولادها، هي بتربي أولادها لوحدها، محدش له فضل عليها ولا منا. بتشقى وبتتعب وهي مريضة وبتتعالج، ربنا يشفيها يا رب. ومع ذلك ما قصرتش لا في تربية أولادها، وبتشتغل رغم إنها مريضة، واحدة غيرها تكون نايمة في السرير وفي اتنين بيخدموها، بس هي مسكينة بتقوم وبتجاهد وبتجاهد في الحياة عشان تربي أولادها، وعشان تربيهم تربية كويسة، وعشان ما يحتاجوش لحد. وربنا كريم، ربنا إن شاء الله بإذن الله بيساعدها وبيعينها وبيوفقها في حياتها، لأنها فعلا ست تستحق الاحترام وتستحق التقدير. ربنا يجزاها خير يا رب، وربنا يشفيها ويعافيها ويجعل كل اللي هي بتعمله في ميزان حسناتها، اللهم أمين يا رب العالمين. وأنا أسفة جدا إن كنت طولت عليكم، لكن دول كلمتين كانوا في خطري، حبيت إن أنا أدعي لها لسمر، وأطلب من الناس اللي عندي إنهم يدعوا لها، عسى وجل حد يكون قريب من الله وربنا يتقبل منه، وليس على الله صعب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يشفيها ويعافيها شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، ويرزقها بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.